السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة وهران وبالضبط بما يسمى بالواجهة البحرية لفراند مير نتاع مدينة وهران لنعرفكم عن إقامة ضخمة تقع على الشارع نتاع الواجهة البحرية واللي واسمها إقامة الغاية. وهذه الإقامة غاية كانت مسبقا تسمى مجمع بالعرزوق، إذن اللي كان يتكون من الإقامة وفندق بلازا، الآن اللي أصبح فندق بلازا المجاور له. ونشوفوه هنا فندق بلازا جاي عنده حوالي 6 أو 7 طوابق، والإقامة غاية هذه تتكون من 21 طابق وزوج عمارات. إذن هذه هي الإقامة اللي نلاحظها هنايا، ونشوف المحيط يعني اللي تطور كتير نتاع الواجهة البحرية تاع وهران، واللي هو كما يعرف نفس يعني الطفرة العمرانية هذه اللي تعرفها مدينة وهران على يعني طول الساحل نتاع وهران وكذلك في مناطق أخرى. إذن هذا هو المشروع نتاع بلعزوق اللي كان يتكون يعني من فندق و إقامة من زوج عمارات. نخليكم تابعوا الفيديو هذا والسلام عليكم.